الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير والبشير النذير أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون عباد الله فإن المسلمين أمة واحدة تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله وعلمنا صلوات ربي وسلامه عليه أن المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا وأن المسلم للمسلم كالجسد الواحد إذا اشتكى بعضه اشتكى كله وإذا اشتكى رأسه اشتكى كله وفي القرآن الكريم قول ربنا جل جلاله إنما المؤمنون إخوة هذه الأخوة الإيمانية والآصرة الإسلامية أيها المسلمون عباد الله كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرص ما يكون عليها خاصة عند حلول الأزمات عند نزول المصائب مكث صلوات ربي وسلامه عليه شهرا كاملا يقنط في صلاته على قبائل من العرب رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله أولئك الذين قتلوا القراء عليهم من الله الرضوان مكث صلوات ربي وسلامه عليه شهرا كاملا إذا رفع من الركوع في الركعة الأخيرة من كل صلاة مفروضة يدعو على أولئك الذين قتلوا المسلمين وهكذا كان صلوات ربي وسلامه عليه يقنط في صلاته يدعو للمستضعفين المحبوسين في مكة يقول اللهم أنجي الوليد بن الوليد اللهم أنجي سلمة بن هشام اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة ثم يدعو على أولئك المشركين الظالمين فيقول اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سبعا كسبع يوسف أيها المسلمون عباد الله نحن في زمان توالت فيه الضربات على أمة الإسلام وكلما نشبت أزمة أنست الناس سابقتها كلما شبت نار فتنة ف
فإن الناس ينسون ما سبقها. الآن المسلمون مشغولون بما هو حاصل في سوريا، في بلاد الشام، في بلاد العراق، في فلسطين، في اليمن، في ليبيا، في غيرها من أرض الله عز وجل، لكنهم غافلون عن قضية تقادم عهدها وطال أمدها حتى نسيها الناس، ما تجد من يتكلم عنها ولا من يذكر المسلمين بمظلمة إخوانهم أولئك الذين تسلط عليهم أعداء الله من الصليبيين وأذنابهم يسومونهم سوء العذاب. أعني بذلك إخواننا في الإسلام، إخواننا في الجوار، إخواننا في إريتريا، دولة مسلمة 70% من سكانها البالغون 4 ملايين، 70% منهم مسلمون. هذه البلد التي كانت جزءا من مملكة الحبشة المشهورة التي كان ملكها قبل الإسلام يسمى بالنجاشي، وكانت تضم إريتريا وأثيوبيا وأجزاء من السودان والصومال وكذلك جيبوتي وأجزاء من كينيا، كل هذه كانت تسمى مملكة الحبشة، وقد دخل إليها الإسلام في العهد الأول لما خرج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فارين بدينهم، يضربون في أرض الله، يبتغون مكانا آمنا يعبدون فيه ربهم. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخرجوا إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. إريتريا أيها المسلمون عباد الله كانت تابعة لدولة الخلافة، لدولة الخلافة، على تعاقب هذه الدول إلى أن كانت دولة الخلافة العثمانية، انضمت إليها إريتريا من سنة 1557 للميلاد إلى سنة 1864، انضمت إلى نظام الدولة الخديوية في مصر، ثم بعد ذلك وقعت تحت الاحتلال الإيطالي سنة 1889، ثم احتلتها بريطانيا سنة 1941. وعلى عادة الإنجليز في المكر والدهاء والصد عن سبيل الله ومحاربة دين الإسلام في كل واد، عمد هؤلاء إلى تأسيس حزب النصراني والاتفاق مع إمبراطور الحبشة الصليبي البغيض هيلا سلاسي، فصوتوا في الأمم المتحدة أن تكون إريتريا تابعة للتاج الإثيوبي على أن يكون لها بعض الحكم في مسائل من القضاء والإدارة التنفيذية وما إلى ذلك، لكن ذلك الإمبراطور الصليبي النصراني المحارب لله ورسوله عمد إلى شن حرب إبادة على المسلمين في إريتريا، أحرق 62 قرية وسلط جيشا يصبون السموم الفتاكة على المسلمين بواسطة الطائرات، حتى إن مساجد قتل أهلها وهم يصلون فيها، حرب إبادة على المسلمين. وما زال المسلمون ثائرين ضد هذا الحكم البغيض، الحكم الصليبي الذي ورثه من بعده حكم شيوعي، لكن هؤلاء المسلمين ثورتهم تزعمها في بعض الأحيان من لا يقيم لله وزنا، من لا يعرف الله
فهذا شيوعي ماركسي، وهذا بعثي اشتراكي، وهذا قومي عربي. وإن كان ذلك لا يلغي أن الأغلبية العظمى من ذلك الشعب موحدة لله عز وجل، محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، طامعة في أن يعود حكم الإسلام إلى تلك البقعة يوما من الأيام. أيها المسلمون عباد الله، ورث هؤلاء جميعا صليبي نصراني فاق أسلافه حقدا ومكرا ودهاء، أسياس أفورغي، هذا الذي عمد إلى حرب الإسلام على الصعيد الداخلي وعلى الصعيد الخارجي. أما على الصعيد الداخلي فإنه عمل على تجفيف منابع الإسلام في كل واد، حارب الدعوة والدعاة، زج بالدعاة إلى الله في السجون، قتل كثيرين، مارس عليهم أنواعا من التعذيب، اضطر كثيرون إلى أن يفروا بدينهم وأن يسيحوا في أرض الله عز وجل. ثم بعد ذلك عمد إلى انتهاك أعراض المسلمات، تارة تحت مظلة التجنيد الإجباري، وتارة تحت مظلة الخدمة الوطنية، تؤخذ الفتاة المسلمة من بين أبويها وتوضع في معسكرات الجيش مختلطة بالمسلمين وغير المسلمين. منعت الشعائر الإسلامية في ذلك الجيش، ممنوع على المسلم أو المسلمة أن يصلي، ممنوع على المسلمة أن تضع على رأسها خمارها. ثم بعد ذلك ألزم المسلمين بقانونه الذي يبيح تزويج غير المسلم من المسلمة، المسلمة يتزوجها النصراني، وعمد إلى توريث أطفال السفاح، وعمد إلى تغيير قانون الميراث الذي يعرفه المسلمون صاغرا عن كابر، شجع الفاحشة، حارب اللغة العربية معتبرا إياها لغة أجنبية، أقصاها عن مناهج التعليم، أقصاها عن المعاملات الرسمية. ثم بعد ذلك عمد إلى تهجير المسلمين وإحلال النصارى، تشجيعهم على العودة ممن كانوا مهاجرين في أيام منغستو وما قبلها، عمل على إعادتهم وأن يمنحهم أراضي المسلمين سكنية وزراعية، وأن يعيد إليهم الجنسية. وفي مقابل هذا كله يضيق على المسلمين من أجل أن يهجرهم. وعلى الصعيد الخارجي قوى علاقته بدولة اليهود، أقام لهم القواعد العسكرية، جعل من تلك البلد وكرا للتجسس على ما جاورها من بلاد العرب والمسلمين، وعمد إلى قطع كل صلة بالعرب والمسلمين تنصيرا لتلك البلد. فتح المجال أمام المنظمات التنصيرية، وآخر ما هنالك ما بقي من مدارس ومعاهد إسلامية محدودة معدودة حشر أنفه فيها، تارة بالاقتحام العسكري، وتارة بالإرهاب، وتارة بوسائل خسيسة. وآخر ذلك مدرسة إسلامية تسمى مدرسة الضياء، فيها أطفال المسلمين في حي أغلب قطانه من المسلمين. خاطب إدارة تلك المدرسة بأن تمنع الحجاب وأن تمتنع عن تدريس اللغة العربية، فلما امتنعوا من تنفيذ تلك الأوامر الصليبية عمد إلى اعتقال رئيس مجلس إدارتها وهو شيخ تسعيني فان. فلما خرج المسلمون متظاهرين قبل أيام قتل منهم أكثر من 30،
وجرح أكثر من 100 وزج بآخرين في غياهب السجون. هذا يحصل في هذه البلد المسلمة المجاورة، وأكثر الناس عن هذا غافلون، لا تسمع لحكام المسلمين صوتا ولا تحس لهم ركزا، بل أكثرهم لا يستطيع أن يتكلم لأنه يمارس نفس هذه الممارسات مع شعبه، ما يستطيع أن ينكر على غيره، وإلا لقيل له ابدأ بنفسك فانهها عن غيها. أيها المسلمون عباد الله، إخواننا المسلمون في إريتريا بحاجة إلى التعريف بقضيتهم، بحاجة للدعاء لهم، بحاجة إلى أن نذكر المسلمين بتلك القضية المنسية ضمن قضايا كثيرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم لهم فرجا قريبا ونصرا عزيزا. اللهم عجل لإخواننا المسلمين في إريتريا بفرج قريب، اللهم أحسن خلاصهم، اللهم فك أسرهم، اللهم عجل فرجهم، اللهم نفس كربهم، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا. اللهم عليك بطاغية إريتريا ومن عاونه، اللهم أرنا فيه بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم أنزل به رجزك وعذابك إله الحق. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ومن باب الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين، أقول أيها المسلمون عباد الله بأن هناك حملة سموها حملة 100 يوم لتنظيف ولاية الخرطوم. أقول أيها المسلمون من باب الذكرى، ديننا دين النظافة، ديننا دين الطهارة، والله جل جلاله أخبرنا في كتابه أنه يحب التوابين ويحب المتطهرين. إن الله يحب التوابين، هذه طهارة الباطن، أولئك الذين تابوا إلى الله من المعاصي، معاصي القلوب ومعاصي الجوارح. ويحب المتطهرين الذين طهروا ظواهرهم. فالمسلم يتوضأ، المسلم يغتسل، المسلم يستاك، المسلم يقلم أظافره، يقص شاربه، يحلق عانته، ينتف إبطه، يغسل جسده من أثر النجاسة بولا وغائطا، وهكذا يغسل النجاسة الطارئة من دم ونحوه. المسلم ينظف بيته، المسلم يحرص على أن يكون صبوح الوجه طاهر الثياب، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان أنظف الناس ثوبا وأطيب الناس ريحا وأكثرهم استعمالا للطيب. وكان عليه الصلاة والسلام أكثر ما يبغض الرائحة الكريهة، كل رائحة كريهة كانت بغيضة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن حين ننظف أجسادنا،
حين ننظف ثيابنا، حين ننظف بيوتنا، ينبغي أن نستحضر نية طيبة في أننا نفعل ذلك، لأن ديننا يأمر به، لأن قرآننا يحث عليه. إن الله جل جلاله مدح أهل قباء فقال عن مسجدهم: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن ننظف مساجدنا هذه، قال عليه الصلاة والسلام: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فرأيت في محاسن أعمالها القذاء تخرج من المسجد، القذاء الشيء اليسير كالقشة ونحوها، ورأيت في مساوي أعمالها النخامة تكون في المسجد ثم لا تدفن. إنسان ما يبصق، ما يمتخط على أرض بيت الله عز وجل، ننزه مساجدنا عن الأدناس والأقدار. وهكذا ينبغي أن تكون شوارعنا، طرقاتنا، مؤسساتنا، مدارسنا، جامعاتنا، ينبغي أن تكون النظافة ثقافة عامة عندنا معشر أهل الإسلام أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا القائمون على هذا الأمر من بلديات ومحليات ولجان وغيرها، أقول لهم: اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله في القيام بهذا الواجب الذي تتقاضون عليه رسوما، اتقوا الله في فرض تلك الرسوم على الناس، فإنكم قد أثقلتم كاهل الناس بهذه الرسوم الكثيرة التي كلفتهم شططا. واتقوا الله عز وجل في القيام بتلك المسؤولية التي نيطت بأعناقكم، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا داعيا إلى هداك إلا وفقته، ولا حقا إلا أظهرته، ولا باطلا إلا أزهقته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر الرشد يعز فيه وليك، ويذل فيه عدوك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا. اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك، ولمن عبد الله فيه، ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقم الصلاة.